السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ مدرسين اللغة الإنجليزية أهلا بكم، مدرسين جميع المواد. النهاردة إن شاء الله هنعرف ازاي نقدر نستخدم الذكاء الصناعي في صنع الأسئلة والامتحانات في غمضة عين بصراحة، يعني بيوفر وقت ومجهود جامد. طيب احنا مثلا أنا كنت عايز منه امتحان وأقول له أريد منك امتحان عن المدى البسيط عبارة عن اختيار متعدد وأجعله اختبارا صعبا مكون من 20 سؤال، وأريد نموذج إجابة منفصل. إيه ده، أنت بتكتب إنجلش؟ ماشي. كمان ممكن ناخد منه الامتحان وأريد الإجابة يعني، وأريد منك الإجابة على كل سؤال. يلا كده ورينا هتعمل إيه. أيوه يا سلام، بص كده الامتحان أهو، وبيجيب لك الإجابة تحت كل سؤال. يعني أظن حاجة في منتهى الروعة والله، في ثواني بيعمل اللي أنت عايزه. 20 سؤال هل هتكتبهم حضرتك مهما كنت بارع في الكتابة على لوحة المفاتيح؟ هل هتكتبهم بالسرعة دي؟ طبعا مستحيل، مستحيل والله. طيب إيه رأيك لو أنا قلت له أنا أريد منك نموذج الإجابة منفصل عن نموذج الأسئلة، نشوف هيعمل إيه بقى. خلى الإيه؟ الأسئلة لوحدها والإجابات لوحدها. ليه؟ هتبعت الأسئلة للطلبة والإجابات تخليها نموذج الإجابة عندك تبعته. طب نشوف جاوب صح ولا لا. يعني مثلا ناخد آخر سؤال مثلا، We a delicious dinner at the restaurant last night. المفروض هنا الإجابة بنقول we had، دي في الماضي. طب هو اختارها had، اه الإجابة صح، يبقى راجل إيه؟ ثقة. طب نشوف السؤال اللي قبله يمكن أخطأ فيه، she her favorite song on the radio yesterday، يبقى أكيد heard. تعالى نرجع كده نشوفها heard ولا لأ. اه heard. إيه رأيك؟ إيه رأيك يا مستر؟ إيه الأحوال؟ آه مستر عدلي، مستر مصطفى، شغل جامد ده. إزيكم عاملين إيه؟ وحشنا والله. يلا نقفل على ده ونشوف حاجة تانية نعملها المرة